السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم هلا هون رح نكمل الفيديو الماضي تبعنا الفيديو الماضي كان عبارة عن رسمة بنت رسمناها اليوم رح نعمل عليها انيميشن هلا قبل ما نبلش بدي ارجيكم شغلة هي قناتي احمد بيرقدار اذا فتنا على شيء اسمه بلاي ليست رح نلاقي البلاي ليست تبعنا اللي هي انيميشن اند جرافيك ديزاين هي هي البلاي ليست اللي نحن هلا شغالين عليها فيها لحد هلا فيديوهين الانترودكشن والالستريتور عنوان البلاي ليست هي انيميشن اند جرافيك كورس يعني رح نتعلم الانيميشن والجرافيك ديزاين عموما البلاي ليست رح تكون عباره عن فيديوهين 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 فيديو ديزاين فيديو انيميشن فيديو ديزاين فيديو انيميشن رح نرسم رسمه بفيديو والفيديو الثاني رح نعمل عليه انيميشن هلا بدنا نحول البنت لانيميشن عنا هي اللاير اللي رسمناها المرة الماضية تمام هلا بدنا نكريت لاير جديدة هون اذا لقيتوا هي مكان اللايرات اللاير هي عبارة عن طبقه هي البنت كلياتها عبارة عن طبقه بدنا نكريت لاير ونحط هي البنت جواتها تمام عملت من هون كرييت وبسحبها لهي بحط هاي البنت جواتها هلا هيك صار عندي اللاير الام وفيها اللاير الابن الانيميشن تبعنا النوع اللي رح نشتغل عليه هلا حاليا هو عباره عن طبقات فانا بدي اعمل هاي اللاير بدي اعمل منها عده نسخ وبكل نسخ بدي اعمل حركه معينه يعني مثلا بعمل alt بكبس alt بالكيبورد وبكبس وبشدة وبترك بلاقيني عملت طبقة جديدة طبعا بشدة بحطها جوات هاي اللاير الام هلا بقلكن ليش هيك عم بعمل انا هلا انا بدي صراحة بدي منها تلت نسخ خلينا نخليهن هلا حاليا تلت نسخ هلا اذا خفيتهم لدول ثلاثة رح تلاحظوا انه رح يختفوا هاي الليار الاولى اللي هي تحت ازرطة وبالعين هون بظهر اذا بدي اخفيهم كلهم بكبس وبشد بينخفوا كلهم بدي اظهرهم كلهم بكبس وبشد بتأظهروا كلهم هلا انا بدي اخفي الاولى والتاني. هلا انا شغال على الليار الاولى اللي هي تحت 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 بس انا ما بدي اشتغل عليها هي رسمناها وخلصنا اللاير الثانيه هون اللي انا بدي اشتغل فبخفي الاولى وبشتغل عالتانية هلا انا خافي الاولى والتالتة عم بشتغل عالتانية هلا هي الثانيه بدي اذا بزوم بالالت والبكره تبع الماوس بزوم مثل ما حكينا سبيس وبكبس بحرك هلا هاي اللاير عبارة عن جروب بعمل كنترول شيفت جي او بكبس باليمين عن جروب هيك انا فصلتون عن بعض اذا بزوم هلا على العيون بكبس اي او بكبس على هاي الاداة بكبس هاي النقطة من الدائرة تبع العين وبكبس شيفت وبكبس وانا وكابس شيفت انا وكابس شيفت بكبس على هاي النقطة شو صرت محدد هاي النقطة وهاي النقطة سوا هلا شو بدي اعمل بعمل ديليت تمام شو بيان معي انه بلشت تغمد عينها تمام هلا برجع بعمل كنترول زيرو مشان ارجع لبرا برا كنترول زيرو هلا اذا خفيت هاي اللاير وفتحت اللي قبله ورديت رجعت فتحتها خفيتها فتحتها خفيتها شوفوا مبين انه صار في نوع من الانيميشن انه بلشت تسكر عيونه تمام هلا هي اللير رح احذفها انا ما بدي اياها ديليت هلا انا عندي ليرتين واحدة مفتحة عيونها وواحدة نص مفتحة عيونها هلا النص مفتحة عيونها انا كمان بدي اعمل عليها انيميشن بعمل الت وبشدة صار عندي نسخة منها بخفي الإدمه وبزوم هلا هون أنا عندي هي العين عبارة عن إذا كبست هي بلاقيها عبارة عن ثلاث نقاط كل عين عبارة عن ثلاث نقاط هلا نحنا لما حذفنا النقطة اللي فوق حذفنا مع الخط اللي بيوصل بين هي النقطة وهي النقطة فبروح على هي الأداة اللي هي ال P أو بكبس P وبوصل بالنقاط هدول هاي النقطة وهي النقطة وهي العين كمان نفس الشيء هاي النقطة وهي النقطة ليش؟ لأنه أنا عملت ديليت للنقطة اللي بيناتهم فالخط راح اللي بيناتهم أنا هلا رجعت وصلتهم بخط لأنه هذا الخط بدي أعمل فيه حركة بكبسهم باليمين وبنزل على هاي او بكبس شيفت سي هاي العين شوفوا اذا بحط على هذا الخط اللي هلا رسمته انا صار بيطلع فيني انه فيني حرك بكبس شيفت وانا وكابس شيفت بتم كابس شيفت بكبس وبنزل شو صار سكرت عين للمخلوقه وهاي العين نفس الشيء على الخط اللي رسمناه شيفت وبكبس على الخط اللي رسمنا وبتم كابس الاثنين سوا وبنزل هلا هيك سكرت عيونا برجع بالكنترول صفر أخفيه اظهرهم كلهم بخفي هاي اخفي هاي اظهر هاي اظهر هاي شوفوا شلون عم تفتح وتسكر عيونا عبارة انيميشن عبارة عن ثلاث طبقات فقط هلا ما خلصت انا لسه ليش ما خلصت لانه هلا انا عملت الانيميشن طبقات بس ما حولته لفيديو اذا بدي حوله لفيديو بدي استخدم برنامج اسمه افتر افكت رح افتحه للافتر افكت هلا لبين ما يفتح برنامج الافتر افكت رح نحكي على الشغله مع بعض هدول الطبقات انا كيف برنامج الافتر افكت بده يفهم عليهن كيف بده يفهم انه هاي طبقة وهي طبقة وهي طبقة انا هدول من بداية الفيديو حطيتهم بطبقة ام وهدول اسمهم طبقات ولاد ليش عملت الحركة لانه بدي حولهم لشي بيفهم عليه برنامج الافتر افكت حكبس هاي طبقة الام هي الدويرة عليها وبكبس عليها تمام بكبس هون بكبس على يد الدويرة بكبس هاي الثلاث خطوط اللي فوق بعض وبنزل على شيء اسمه release to layers sequence يعني حولي لي لطبقات متتابعة بفهم عليهم الافتر افكت هلا هو حولهم وبطلعهم برات الطبالون هلا ليش عم بعمل كل هالخطوات انتو بس طبقون وراي يحفظون بصم هي الطريقة حفظ بصم انك كيف تصدر من الاليستريتر للافتر افكت ولسه بالفيديوهات التانية رح نشرح بالتفصيل ونعيد ونفتق لحتى نحفظ هلا هاي اللاير 2 الام رح احذفها لانه ما لها طعمة هلا انا هون طالما صاروا هدول ملونين معناتها عرفت انه تحولوا لشي بيفهم عليهم الافتر افكت هلا بدي سميهم بدي سميهم مشان هنيك ماضي احكيون open يعني العيون مفتوحين وهون middle انه العيون بالنص وهون closed العيون مسكرين انا ليش سميتهم هلا انتم مو مضطرين تسموهم بس انا بسميهم تنظيما للملفات ومشان هنيك لما احولهم للافتر افكت اعرف كل طبقه شو فيها هي الطبقه اللي حخفيها دول هي الطبقه فيها العيون مفتحين وهي الطبقة لما بظهرها بلاقي العيون وسط وهي الطبقة لما بظهرها بلاقي العيون سكرين هلا انا رح احفظ احفظ الملف تمام اذا بروح على الملفات تبعاتي أطيش في عندي ملفات ثواني بس اذا بروح على الملفات تبعاتي بلاقي هذا الملف اللي نحن هلا حفظناه نحن حافظينه من المره الماضيه بس هون لما عملنا التغييرات عملت كنترول اس او عملت فايل سيف عم حفظه هلا هاد انا فتح عندي برنامج الافتر افكت بدي اخذ هداك المشروع حطه هون بالافتر افكت افتر افكت كمقدمه لإله مثل ما شايفين فاضي في هون الشغلات اللي انا كنت عاملها من قبل البرا... البروجيكتات اللي عاملة من قبل فيها هون توتوريال بسيط كذا ما لكم علاقة بكل شيء بس اللي لكم في علاقة رح تكبسوا نيو بروجكت رح يفتح لكم واجهة نيو بروجكت رح نروح على ملف الحجاب اللي كريتناه ونشده لون بس قبل ما نعمل أي شيء تأكدوا مية بالمية هلا أنتوا هون شايفين شغلات معقدة أو بتعرفوا للأفتر افكت بكل الأحوال تأكدوا مية بالمية إنه تعملوا هالخطوة قبل ما تبلشوا شغل معي تكبسوا على الويندو تمام تروحوا على الويندو الورك سبيس بقلب الورك سبيس تختاروا ستاندرد ستاندرد هاي رح تخلي شكل الافتر افكت تبعكم بيشبه الافتر افكت تبعي مشان ما نحن وعم نشتغل مع بعض لانه هون الافتر افكت فيكم تغيروا كتير اماكن الشغلات فيكم تحطوا البروجكت على اليمين والهاي فوق وهي تحت انتم مشان ما تضيعوا اعملوا ويندو ورك ستاندرد هلا بنروح على الملف الحجاب تبعنا بنشده وبنحطه هون عنه هلا هون عم يتعرف عليه برنامج الافتر افكت فقال لي الامبورت كاينت شو نوع الشغله اللي انت اللي عم تدخل إياها هل هي عباره عن فوتج ولا كومبوزيشن الفوتج يعني صوره او فيديو نحن ما عم ندخله صورة او فيديو نحن عم ندخله كومبوزيشن طبقات الستريتر كومبوزيشن نختاره على هون شو الفوتج دايمنشن شو الابعاد تبع الفيديو اللي انت بدك ياه فينا نحط له لاير يعني على حجم اللاير اللي نحن مصممين فيها هون اللي هي مربع الدوكيومنت سايز مالنا فيها ما بدنا اياها حاليا خلينا نختار اللاير سايز اوكي تمام هلا اذا بنلاحظ طلع هون عندي شي اسمه حجاب او اسم الملف الاليستريتر اللي نحن مسميه فيه نكبس كبستين بيفتح معنا بشكل رائع جدا متى ما وصلنا لهالنقطه نحن عرفنا كيف نصدر الملفات من الاليستريتر للافتر افكت اذا ما وصلتوا لهالنقطه ردوا عيدوا رجعوا الفيديو لاول شيء وشوفوا بالضبط كيف صدرناه من الاليستريتر للافتر افكت هلا هون اذا منلاحظ شو في عنا متى ما وصلتوا لهالمرحله بنكمل مع بعض في عنا ثلاث طبقات مثل ما سميناها هون هنيك open و middle و closed هلا انتو شايفين كل هالشغلات والتعقيدات اللي شايفينها قدامكم ما علاقة فيها نحنا شغلنا حاليا على هاد الخط اذا بكبس وبشد بتلاقيها تتحرك معي هاد الخط هو عبارة عن شو هاد الخط هو عبارة عن خط الوقت التايم لاين هذا خط الوقت تبعنا يعني هون عنا طبعا خط الوقت هو مكون من ثواني ودقايق بس هون رح تشوفوا الواحده اللي هي اف كل اف رح سجل لكم ياها كل واحد فريم يساوي 30 ثانيه تمام كل فريم يساوي 30 ثانيه احفظوها فرضوها منيح لأنه هاي كتير بتهمنا هلا هون الواحد فريم شايفين هاد الواحد فريم واحد فاصلة صفر صفر فريم يعني واحد فريم هي ثلاثين ثانية نحن الفيديو تبعنا بدنا نعمله ثلاثين ثانية بس ما بدنا اكتر منشد هاي ومنحطه هون على ثلاثين ثانية هلا شو هاي اللي شديناها نحن هاي اللي شديناها هي عبارة عن وقت الفيديو ككل الفيديو تبعنا بدنا اياه يكون 30 ثانية واحد فريم هلا اللايرز تبعنا الاوبن والميدل والكلوزد هن كتير طوال شوفوا لوين ممدودين للاخير رح أمسكن من الاخير تم كابس وشد وصغرون رح عشر اجزاء من الفريم تمام هلا صار عنا ثلاث طبقات كل واحدة تواجدة على خط الوقت عشر اجزاء من الفريم شوفوا هون اختفوا هون موجودين هون متواجدين هون اختفوا هلا اللاير الاولى الاوبن بدنا اياها تكون بالبداية من الصفر للعشرة من العشرة للعشرين جزء من الفريم لسه ما في عنا شي متواجد على هذا الخط من الوقت رح نشد الميدل تواجد الميدل ونحطه هون وبعدين الجزء الأخير رح نشد تواجد الكلوزد على خط الوقت ونحطه هون هلا شوفوا شو صار معي لما عملنا الحركة بكبس على خط اللي عم يشوف بالتواجد على الوقت بنشد شوفوا كل ما اروح منلاقي لاير عم تكون هي الوحيدة المتواجدة على خط الوقت هون من الصفر للعشرة عنا الأوبن متواجدة على خط الوقت من العشرة للعشرين عنا الميدل متواجدة على خط الوقت من العشرين للفريم كاملة لحنلاقي نلاقي الكلوز متواجدة على خط الوقت هلا اكبسوا مسطرة شفتوا شلون عم تسكر هلا انا احنا هذا الفيديو بس عم تسكر اذا بدنا اياها تفتح كمان لانه هو من هون لون بس بعدين بيخلص الفيديو بتكون مفتحه وبتسكر خلاص خلص الفيديو هلا اذا بدنا ياها ت... هلا اذا بدنا اياها كمان تفتح يعني مو الفيديو عباره انه عم تسكر عيونه وتفتح لازم حرك هذا لازم طول وقت الفيديو. هعمله اثنين فريم وضيف عليه عشر أجزاء. شو قلنا نحن الفريم هو عبارة عن ثلاثين ثانية. فاثنين فريم هدول هن عبارة عن ستين ثانية يعني ديا. وهدول عشر فريمات زيادة عليهم. هلا بقولكم ليش حطيت هدول عشر فريمات زيادة عليهم؟ هلا. شايفين هدول ميدل والكلوز والأوبن رح أعمل لون كنترول سي كنترول في نسخ لصق ليش عملت كنترول سي كنترول v لأنه أنا بدي رد خليهم يتواجدوا مرة تانية على هاد الخط هلا هون عندي الكلوز متواجدة مرتين وهون ولا شي رح رد حرك الكلوز شو صار عندي الكلوز متواجدة هون وهون بس هدول مو دغري ورا بعضها شتو مشا يصيرو دغري ورا بعض الكلوز متواجدة مرتين وبعدين هون التانية لحركة وحرك الأوبن الأخيرة هلا هاي الأوبن متواجدة هون وهاي الأوبن متواجدة هون هاي المدل المتواجده هون وهاي المدل المتواجده هون بس برجع هون وبحرك على البطيء بلاقيها سكرت عيونها وهون بلاقيها فتحت عيونها لأنه Open, Middle, Closed Closed, Middle, Open يعني مفتوحة وسط مغمضة مغمضة وسط مفتوحة العيون وهي لحمدها للأخير لأنه ليش أنا عم مدها فاتحة عيونها للأخير مشان طول وقت الفيديو شوي مشان وقت الفيديو ماله كتير قصير ومو بس دغري تغمد وتفتح ويخلص الفيديو اذا بكبس هلا مسطرة عيد سكرت وفتحت تمام هلا نحنا عملنا اول انيميشن لنا رح احفظ الملف كنترول اس او بروح بعمل سيف بحدد المكان اللي بدي احفظ فيه لح احفظه هون وبسميها رح سميها first animation scene حجاب حفظ هلا انا حفظت الملف بس لسه ما عملت له تصدير كفيديو شلون بعمل له تصدير كفيديو بروح على الفايل بعمل export add to render queue ال add to render queue هي الديفولت هلا هدول رح نحكي عنهم بعدين بس هلا نحن خلينا شغالين بال add to render queue هلا اذا بعمل الترندر كيو بلاقي هون فتح لي هي النافذه فيها شيء اسمه best settings, high quality, web, بس سيتنجز هاي كواليتي ويلب وعم يضو هلا اذا بكبس على هاي كواليتي بقدر حدد من هون نوع الفيديو رح كويك تايم هلا الديفولت هو اي في اي هيك بيكون محطوط عندكم بس انا بدي اياه كويك تايم الكويك تايم هو احسن الشي مبدئيا هو الكويك تايم وعملوا اوكي وبكبس على اسم الملف وبحدد الملف اللي انا بدي احفظ فيه الفيديو تبعي وبعمل سيف هلا لسه ما انحفظ بس هون حفظ الاعدادات تبع التصدير هلا هون اذا بتلاحظوا في عندي تنتين عندي حجاب وعندي رندر كيو هلا انا اذا كبست رندر برندر بس لسه ما بدي رندر انا بدي رد عيد معكم طريقه التصدير وبدي اوضح انه في شغله لسه ناقصه ما عملناها اذا بتلاحظوا هون الخلفيه هي عباره عن مربعات انا بدي الخلفيه تكون بيضه فبسكر هي الرندر وبرجع على المشروع تبعي بدي احط خلفيه لهون قبل ما اصدر الفيديو بكبس باليمين نيو سوليد ما عليكم من هالشغلات كلها بس المهم اني حدد اللون خليه ابيض اوكي اوكي صار عندي طبقة بيضة بس وين انا حطيت فوقهم كلهم انا بدي شدة ونزلة لتحت للاخير وتواجد هاي الباك جراوند خليها على نفس تواجد وقت الفيديو يعني هون ما في شي هون موجودة هلا بدي رد ارجع حاول صدر الفيديو بعمل اول شيء كنترول اس او سيف حفظ حفظنا الفيديو حفظنا المشروع وليس الفيديو بروح بعمل اكسبورت لصدره كفيديو اختار اد تو ريندر كيو طبعا هي الاولى القديمه ما بدنا اياها بكبس عليها وبكبس ديليت هلا هون الجديده مع باك جراوند بكبس على هاي كواليتي بحدد كويك تايم اوكي بكبس على هذا الملف بحدد المكان اللي بدي احفظ فيه الفيديو واسم الفيديو اللي بدي احفظه سميه حجاب واحفظ وبكبس الكبسة السحرية الريندر هلا يرندر الفيديو وخلص هلا هو خلص بسرعة لانه الفيديو بسيط وعاملينه نحن حجمه صغير بروح على الملفات تبعتي بلاقي موجود بالمكان اللي انا حفظته فيه أفتحه. شفتوا ما أحلاه برجع بشغله مرة تانية حلو هلا انا كتير انبسطت اني عملت الفيديو لاشرح لكم اساسيات الانيميشن وبتمنى تحاولوا انه تتموا تتابعوا معي وتشوفوا الشغلات وبتستفيدوا ان شاء الله ولحنحتوي نحتوي كل انواع الانيميشن ولحنتم نتم نعمل فيديو ديزاين وفيديو انيميشن لحد ما نكون ختمنا برنامج الاليوستريتر وبرنامج الافتر افكت و ختمنا شغلات تانية كمان إن شاء الله شكرا كتير لوقتكم وباي باي